نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. سريعا قبل ما نختم حلقتنا نقول لكم آخر الأخبار. ومن دقائق أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود شقيق عاهل السعودية. طبعا الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين، وبالتأكيد يعني خالص التعازي لشعب السعودية الشقيق وللأسرة المالكة. في بقى نرجع لأخبارنا إحنا المحلية، وإحنا بنكلم حضراتكم دلوقتي في حالة كر وفر وفي اشتباكات ما بين أنصار الإخوان وقوات الأمن في المحلة، وكان نتيجتها 3 إصابات وحاليا بيتلقوا العلاج. وأخيرا بقى نشوف حالة الجو بكرة إن شاء الله. في موجة يعني برد اليومين دول، لكن طبعا موجة متوسطة، ما فيش يعني البرد الشديد اللي احنا تابعناه قبل كده. هيكون طقس شتوي مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة حتى شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا. من المتوقع أن يكون في أمطار على القاهرة وعلى محافظات الوجه البحري، لكن برضو مش المطر الكبيرة أو الشديدة يعني. وفي نفس الوقت انخفاض في درجات الحرارة زي ما قلت لحضراتكم.